المقصة استعاد إيهاب جلالة باشمهندس، رحل عنه أو سجل في القائمة محمود كوكو ومحمود حمدي في حراسة المرمى، عنده في الدفاع عاصم سعيد وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد صبيحة وخالد مصطفى ومحمد دسوقي وحسني فتحي وأسامة العزب وعصام صبحي وأحمد جمال، عنده في نص الملعب مصطفى شبيطة وحسام حسن وشمس بيكلي وأيمن حفني وصلاح عاشور وكيفن مهيري ورجب عمران وباولم فوافي وعبد الله مجدي وعلي وزه واحمد متعب، عنده في الهجوم مروان حمدي ومحمود فهمي وعبد الرحمن جمال وعبده سمانه. مين اللي جابهم بقى وادي المقاصه؟ جاب علي وزه من بني سويف، وجاب حسام حسن لاعب المنتخب الاولمبي السابق، وجاب اسامه العزب ظهير ايمن للاتحاد السكندري، وجاب احمد متعب من دمنهور، وجاب عبد الرحمن جمال من مياه البحيره، جاب عبده سمانه من الاتحاد السكندري، وجاب رجب عمران ومروان حمدي راجعين من اعاره كانوا في وادي دجله، جاب محمود فهمي واحمد جمال راجعين من اعاره لسموحه، وكيف المهيري راجع من اعاره لطلايع الجيش. طيب المقصه اللي كان يبقى خمسه اعاره وسته راجعين، ادي 11. انا بضيف عليهم واحد مهم جدا جدا جدا، كابتن ايمن حفني، لانه السنه اللي فاتت تقريبا معظم الموسم ما عرفش يأيده. صحيح. فهو اكنه داخل عليه. ايوه. اعتقد المقصه بالشكل ده لكن مشي 16 واحد. 16 واحد، لكن الاضافات انا في رايي هو ممكن تقول ميدو جابر ومحمد ابراهيم واحمد عادل عبد المنعم ابرز الراحلين. طبعا صلاح امين بخبرته، احمد عادل الجون راح للجونه، وعمرو مرعي راح غزل المحله، صلاح ريكو راح انبي، صلاح امين راح وادي دجله، عمرو مرعي انتهت اعارته هو ومحمد كناريا، محمد رمضان راح الانتاج الحربي، احمد ياسين اعاره للبنك الاهلي هو ومحمد دبش، وشريف حازم ايضا خرج من قائمتهم. عشان كده بقول لك الموقف هيبقى غامض بالنسبه للانديه ثلاث اربع اسابيع الاولانيين. انت لكن اذا لكن ماتس مع عوده ايهاب جلال، عودة إيهاب جلال لمصر مقاصة يعني تتوازى فلسفيا، ما بتكلمش على مقارنات في المستوى، فلسفيا مع فكرة موسيماني مع النادي الأهلي. حد عارف كويس قوي كل شيء عن مصر مقاصة، حد كميته ماشية مع النادي ده، طموحاته ماشية مع النادي ده، وإن كنت أستغرب كلما ذهب المقاصة ما بيكملش ليه. هو مع المقاصة حالة خاصة، لازم نخلي بالنا إن جهاز فني هيبقى مختلف ايضا، بدايه ضربه البدايه مش هتكون سهله ولا اي فريق هتكون سهل. طيب بكره الجمعه بقى بدايه الدوري بقى، اول ثلاث مباريات بكره في الدوري، انبي هيلعب مع اسوان، انبي بيقوده زي ما قلت لكم الكابتن حلمي طولان، اللاعب بتاعه او تلميذه سامي الشيشيني في اسوان، فبكره في مباراه بين انبي واسوان بين الاستاذ والتلميذ، الكابتن حلمي طولان اكبر مدربي الدوري سنا ربنا يديله الصحه والعافيه. طلائع الجيش هيلاعب الجونه، الانتاج الحربي مع سيراميكا كليوباترا. اذا دي مباريات الجمعه. السبت البنك الاهلي هيلعب مع وادي دجله، بيراميدز مع الاتحاد السكندري، والمقاولين مع الزمالك. يوم الاحد ثلاث مباريات ايضا، المصري مع الاسماعيلي في ديربي القناه، الاهلي مع مصر المقاصه، وسموحه مع غزل المحله. تقريبا الزمالك، تقريبا الزمالك والمقاولين، مفيش تغيير حد في فرقتين. باتشيكو استمر وعماد النحاس استمر، لا وعلى مستوى القوائم. لا المقاولين جاب 10 لعيبه جداد. ما هو جاب 10 كويس، بس اللي غادروه ما كان لهمش دور كبير. ايوه معاه السنه اللي فاتت، حتى الطاهر كان مصاب معظم الوقت. ايوه فانت قوام الفريق الاساسي هنا وقوام الفريق الاساسي هنا هتجده في ثبات. لكن انا مترقب جدا جدا مباراه الاتحاد بعد التعزيزات الهائله اللي عملها مع بيراميد، بعد التعزيزات الهائله اللي عملها هتبقى برضو بتشد الانتباه، بتشد الانتباه، والاهلي هيبدا الدفاع عن لقبه سعيا وراء الدرع 43. الاهلي عنده 42 لقب في البطوله، تخيلوا كل الانديه المحترمه، الانديه اللي شاركت في الدوري يا جماعه، يعني اخرهم البنك الاهلي الضيف الجديد وسيراميكا كليوباترا، هتلاقي 72 نادي ظهروا في الدوري المصري في تاريخه. الاهلي خد 42 لقب، كل الانديه ديت مجتمعه مع بعضيهم خدوا 19 لقب. يعني الاهلي اكثر من ضعف حاصل الجمع كل الانديه مع بعضيها.
الاهلي عنده 42 لقب، الزمالك عنده 12، الاسماعيلي عنده 3، في لقب واحد راح للاربع فرق، الترسانه والاولمبي والمحله والمقاولين. راجع المحله في عوده جديده لفريق الفلاحين، بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هقول للمهندس عادلي مقاله واحد ما كانش يتوقع انه هيقول الكلام الحلو قوي ده عن الاهلي، لكن قاله. بعد الفاصل.